بس خلينا نشير إلى تقرير هزيعه دلوقتي عن رجل المال والأعمال الراحل السيد محمد تيمور اللي بيمر عام النهاردة على وفاته. المصري أفندي بيكرمه وعملنا هذا التقرير، وبعده نرجع تاني نكمل ما تبقى من فقرات الساعة الأولى من برنامجكم المصري أفندي. كل سنة وحضراتكم طيبين. تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لرحيل محمد تيمور الذي يعد من الرواد المؤسسين لمجتمع الأعمال في مصر. عن عمر يناهز 75 عاما، وكان لقطاع الخدمات المالية عصران ذهبيان، الأول منذ 50 عاما والذي بدأ بتأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898 من السير أرنست كاسل وعائلة سوارس من القاهرة وقسطنطين سلافاغوس من الإسكندرية، وانتهت هذه المرحلة مع ثورة عام 1952. وبدأ العصر الذهبي الثاني في أغسطس عام 1980، وكما أخبرنا تيمور قبل سنوات عديدة كانت البداية عندما قررت مع صديقين أن تدخل مصر حقبة يحتاج فيها مستثمر القطاع الخاص ومؤسساته إلى الاستشارات المهنية للحصول على التمويل والتفاوض مع القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه الحكومة، وبسكرتير وآل التلكس وشقة صغيرة تقاسمناها مع مكتب معماري أطلقنا المجموعة المالية هيرمس تحت اسم الخدمات المالية النقدية TFS. وبحلول عام 1984 نمت الشركة وأصبحت تضم 6 من المحترفين في المجال، وقمنا رسميا بإطلاق اسم المجموعة المالية المصرية EFG على الشركة. وكان هناك محوران رئيسيان ساهما في تشكيل النظام المالي الحديث في مصر. الأول هو إنشاء بنك تشيس الأهلي مصر في عام 1975، والذي أصبح فيما بعد البنك التجاري الدولي. والثاني لم يكن صدور قانون سوق رأس المال لعام 1992، وإنما حدث عندما وافق تيمور على الخطة المستقبلية لأحمد هيكل للاستحواذ على شركة سمسرة وبدء نشاط إدارة الأصول. إرث تيمور لا يتمثل في مجرد إدخال مجال إدارة الأصول في مصر مطلع التسعينيات أو قيادة المجموعة المالية هيرمس خلال الفترة التي شهدت طفرة في الخصخصة والطروحات الأولية في وقت لاحق من هذا العقد، ولكن تاريخه الحقيقي يتمثل في وجود الشركات المصرية العالمية التي ازدهرت إلى حد كبير لأنها تمكنت من الوصول إلى سوق المال الذي ساهم تيمور في إنشائه، سواء شركات أوراسكوم أو جي بي أوتو أو المجموعة المالية هيرمس نفسها.